إجراءات أمنية واسعة تتخذها الأجهزة الأمنية بقوات الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب شرق حلب بهدف حماية الأسواق وتسهيل الحركة المرورية ومنعاً لأي خرق أمني قد يحصل، خاصة في حالات الازدحام التي تسبق عيد الفطر. بدأنا بالاستنفار قبل العيد ب15 يوم، وتم تسكير الطرقان وتم تسكير السوق من جميع المداخل لحماية أخوتنا في مدينة الباب لعدم دخول الدراجات والسيارات، ونتمنى من أخوتنا في مدينة الباب التعاون معنا بشكل كامل بهذا الموضوع. 30 نقطة أمنية موزعة على الأماكن الرئيسية للمدينة، مهمتها التأكد من سلامة ما يدخل إليها وما يخرج منها، كما اتخذت تدابيراً لمنع دخول السيارات والدراجات النارية للأسواق للتقليل من مخاطر التسلل للأسواق بعربات أو دراجات مفخخة. قمنا بالاستنفار في أيام الأعياد، وقمنا بقطع الطرقات المؤدية للأسواق ومنع دخول السيارات والدراجات النارية، وقمنا بتخصيص كراج سيارات والدراجات لمنع ظاهرة الازدحام، وقمنا بتكثيف الدوريات على مدار 24 ساعة. وعلى الرغم من التكثيف الأمني، إلا أن مدينة الباب في الآونة الأخيرة شهدت عدة مشاجرات استخدم في بعضها السلاح، إلى جانب انفجارات بالعبوات الناسفة استهدفت عدة سيارات راح ضحيتها قتلى وجرحى. بعد كل هذه الإجراءات الاحترازية، يأمل الجهاز الأمني بقوات الشرطة والأمن الوطني العام أن تمضي هذه الأيام بخير وسلام على السكان هنا، دون وجود أي عقبات تعكر عليهم صفاء أجواء عيد الفطر السعيد. محمد السباعي، حلب اليوم، مدينة الباب، ريف حلب.